والله هو تكلفة التمويل ده يعني عامل مهم جدا جدا في نمو المركز المالي للشركة، بس للأسف في الفترة اللي فاتت يعني من خلال الربع الأولاني السنة اللي فاتت لحد دلوقتي تكلفة التمويل زادت حوالي 900 نقطة. ده بيأثر يعني 1% زيادة في تكلفة التمويل أو في رفع الكوريدور بيأثر 100 مليون جنيه مصروفات إضافية، مصروفات تمويلية إضافية على مستوى الشركة. إحنا حجم الخروج في المرايه القبض وصل حوالي 10 مليار جنيه، منهم اكثر من 51% مخصص لقطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه اللي عندها محافظ يعني كبيره. احنا بنحاول بطرق غير تقليديه زي سندات التوريق وحاجات زي كده ان احنا نقلل التكلفه الاجماليه لمصروفات التمويل، لكن يعني الوضع كله مرهون بالاستقرار الاقتصادي في الفتره اللي جايه، لان اي زياده في تكلفه التمويل هتاثر بشكل سلبي كبير على تكلفة التمويل العامة أو الإجمالية للشركة وبالتالي على شركة أمان. يعني أنا أتمنى يعني إن شاء الله إن الفترة اللي جاية تشهد يعني استقرار اقتصادي أكتر، وإن يبدأ التضخم في الانحصار التدريجي، وده بيتهيألي هيساهم على إن إحنا نبدأ نشوف إن شاء الله يعني أعتقد إنها تبقى من بداية السنة الجاية انخفاض في أسعار الفايدة، وده هيساهم بشكل كبير أوي في سرعة النمو وتحقيق ربحية أكبر في شركة أمان القبض وبالتالي في شركة رأي القبض. والله التوزيع طول ما احنا محتاجين اموال عشان التوسع بنفضل ان احنا نحتجز الارباح عشان نعيد استخدامها في الصرف على الانشطه الاستثماريه المختلفه لشركات لمجموعه الشركات تحت رايه القبضه، فهنستمر في سياسه عدم التوزيع لحد يعني ما الارباح تتحسن بشكل كبير قوي ونحقق الاهداف التنمويه على المستويات الاستثماريه للمجموعه ان شاء الله.